كلب تولك قلب الرجال عبقري أنت. توحشت سيرتي. اول كلب هو يطلع يا الكلب طلع طلع يا الحمار طلع الحمار على الكراج طلع وجهني طلع وجهني يا الكلب طلع وجهني مالك الكلب مالك مال تطبر مختلف يا راجل انت اكبر واحد انا ما نسبكش اسمعني انت ديوتي ما تعرفش كلمات كسب علاش راجع عليك علاش راجع عليك اللي كتفلع عليا وهاد البنت اللي كتضحك عليها وداك طنجره ما تعرفش والله ما تعرفش انت ماشي راجل كتضحك على هاد السيده هادي انت ماشي راجل انا ما كتخافش مني والمورو كتخاف منه انا غنوري امك انا غنولي تخاف مني انا وتقص تطلع معايا يا الكلب يا الديوتي يا المسخوط يا الحاس الحاس رجلين الحاس اليدين الحاس الخرا كلشي كديروا الكلب ماشي راجل والله ما راجل اقسم بالله انت ما راجل انت والله ما راجل انت والله ما راجل لا راجع عليك الكلبه ما كتمشي حبيبه توحشتك انا هادي ابي نرجع معاك وضحك على هاد البنت هادي ضحك على هاد البنت هادي البنت هادي كتستغلك عمرها قالت لك بوس لي رجلي عمرها قالت لك وشم لي صرينا انا في يديها عمرها قالت لك رجع اجي عندي نجي عندك للطاليان وندير ليك ونفعل ليك وكذا يا الحمار انت باغي على ودي الطاليان انت باغي على ودي الطاليان باغي على ودي البوز باغي على ودي الطاليان ولكن ما غاديكش للطاليان سرينا انا هضرت معاك قبيله بريفي هذاك القوه تقلبي عليه وسمحوا لي كنخص الهضره حيت هذاك ماشي راجل كبير بزاف غندير اللايف هذاك الشماته ما ترجعيش معاه انا مستعد نتزوج بك انا مستعد نتزوج بك مستعد نسترك كنهضر معاك سرينا معقول انا مستعد نتزوج بك انا مستعد نسترك هذاك ماشي راجل وما يستاهلكش ماشي راجل غتعيشي معاه غير العذاب غتعيشي معاه غير العذاب ومدلول غيبقى يقول لك هو يبدي يقول لك اجي نبوس لك رجليك ونحس لك اعطيني البول ديالك هذاك ماشي راجل طقوا لي الكلب طقوا لي الشماته اش دخلني انا ولدي صافي سالينا انا وها ودابا شو انا كيقول لك فيلم اش من فيلم انا غندير معاه اش من فيلم اش من فيلم اش دابا دخل عليكم بلاط سبان ودابا اعصابي خارجين نقول لكم فيلم اش من فيلم هذاك صاحبي كنت كنعتبره اكثر من خويا ولكن باش يضحك على هاد البنت راه قلتها لي في اللايف داك النهار قلت لي ضحك عليها نقلب على امك باش ترجع لي الحسي وتخلي لي وتخلي السيده تضحك عليها بحال ضحكتي على اختي شوف شوف انا المادي راه شوف المادي راه كيف خويا هذه اول حاجه وزيادة أنا خير جا المواضيع دي الكل صافي ما تفهمناش الله يسهل عليا المادي صافي بلا ما نسب أني بلا ما نقول كلمة الله يسهل علي ولا ما قلت والو أنا هو باغي مرتو الله يسهل عليه ميمي هذاك ماشي راجل ويبقى دير مديمة مدلول عيش ما نهضر معاه عيش ما نقولي هاني زار الله يرضي عليك هاني زار دير عقلك دير عقلك انا زار عندك ترجع للدل راه غتبقى غتبقى تسب وما كنرضاش انا نشوفو كيتساب وكياكل العصا في الصنطه وكيعيرو ويلحس رجلين ما كنرضاش راه واخا ما خويا ما والو ولكن صاحبي راه دوزت معاه الملح والمر الزوينه والخايبه باش نشوف انا صاحبي كيدل حاشا انت ماشي راجل وغنقول لك انت ماشي راجل انت مدلول انت مدلول نزار المدلوله نظيره المدلوله اللي عزيز عليها تشرب البوله نظيرة المدلولة بغات تشرب البولة نظيرة المدلولة توحشات البولة يا الكلب يا وجه القرد يا الكلب طقوا لي المدلول طقوا لي المدلول اليوم نشرش منه اليوم نشرش منه اليوم نحقدك يا الكلب يا الحمار القبر ديالك القبر ديالك الكلب ما غاديش القبر ديالك ما غاديش تدفنش فيه هو هذاك شي القبر ديال القبر ديال القبر ديالك يديروا مكا الحجر ما غادي يديروا لك لا كفل لا والو غتموت كلب غتموت موته ديال الكلاب ويبقى يقولوا عليك مع انت عزيز عليك البول يبقى يقولوا عليك في القبر اش بقى ديرها وبقى تشرب البول هذاك هو عذاب القبر اللي غيدوز عليك الناس كنعرفوهم كيدوزوا مع عذاب القبر ف كيجيو كيعذبهم الله انت غيعذبك غيعذبك البشر في القبر ديالك يبقى يقولوا عليك
لا حفظك يا رضا، ما ميرسي عايش. يعني لا تفتح شو مالك هاد البنت هادي دابا ديال وجه ديال وجه ديال الضحك. والمادي البارح كنهضر معاها ابل نطلعها لي، علاش نطلعها لي؟ كنقول لها حبيبه قلت لي انت اكبر قوه ديال ولد القحاش، ما بغيتش نخسر الهضره، قلت لي انت اكبر شماته واكبر اكبر ديوش على وجه الارض، وانا ننزل ماشي راجل، والله ما راجل ماشي راجل. طلع معاد، طلع معاد الفقي دايرين اللايف عليه من عليا انا، اللي بغى يدير اللايف يديرو خاتيني ماشي راجل، لا كل واحد لايف. اش هذا؟ الرعد. تعرف معاد سلام ياري معاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم مادي مادي تحصل يا إخواني الأفاضل. مادي أخي معاد شنو كاين؟ خويا هذاك ماشي راجل، أنا عيش ما نهضر معاه، ما بغاش يترجل، بغى يرجع للتاكسي. وانا كاين كيكذب عليا كيقول لي والله ما رجع معاه، والله ما رجع معاه، كيحلف لي بالله كيقول لي والله ما رجع معاه، وفي الاخر البارح داير معاه ابل كيهضر معاه حبيبه هادي يرجع انا وياك اجي عندي لطنجه، قلت لي غنجي عندك، فاش طلع لي في لابيل سمعت هاد الهضره هادي قلت لي انت اكبر شماته وانت ماشي راجل، قلت لي غنشرشم امك، وبدا كيسبني فاش كنت مع فاش كنت في اللايف مع سيرينا ديك الساعه داير اللايف وسبني في ستوري فاش خربت الموبايل كنت مسبني. انا شوف انا وجهت نزار نزار وجهت لي البارح واحد الميساج وكنتمنى ان يوصلوا ويدير ما بين عين الاعتبار، بان اولا النزار شي الا ما كنتيش الا ما كانش امك راضي عليك بعد راه ما عمرك تفرو، هذه الاولى. الا كانت امك مازال خليتي غتبقى كيعيا عليك راه ما غتفروش، راه ما غتفروا لا مع سيرينا ولا مع ندى حسي ولا مع انجينا جولي، ما تفرو مع حتى شي وحده اللي جات غتكرفسك وغتمحنك. علاش؟ حيت انت ما بغيتيش تمشي ترضي الوالده ديالك وتبوس لها رجيلات وتقول لها رضي عليا، الا بغيتي ربي يفتح عليك طلع 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 الشماته، طلع الشماته، طلع ما بغاش يطلع، خاف ما بغاش يطلع، خاف طلع الشماته. الا كنتي راجل طلع، الا كنتي راجل نعرفك راجل طلع، طلع وتواجه معايا، تواجه انا ما خصش الهضره، طلع نتواجه انا وياك. كل شيء لما كنصرد الوالدين حتى شي حاجه ما كيستر فيها الله، تكون واضحين. وحنا كنتمناو لي كنت ما كنتمناوش لي شي حاجه اللي هي خايبه، وراه ما كنتشفاو في حتى شي واحد، وحنا بغينا ليه الخير وبغينا ربي سبحانه وتعالى يبين لي الطريق الصحيح، لان راك غادي فواحد الطريق اللي ماشي مزيان اخو نزار. وفي الاخر ليلى حبيبك دقيقه انا هبطوا ونطلعوا دقيقه حيت غنخسر معاه الهضره دقيقه. يلا سير اخويا طلع الكلب يلا يغسل ولك هاي ودي وسر عيبك تنحترم كاخي معاد ما تخسرش الهضره طلع الكلب دخلني انا طلع الكلب يلا طلع طلع الشماته والدينا احسن مورو هذا واش المورو ما عرفتش قال لك الكونت نتاعي الثاني طلع الشماته وطلع الشماته طلع فين هو ماشي مور واش مورو الدراري هذاك ولا ماشي مورو ما عرفتش طلعوا شوف كي يكون شي واف كونتر دي عاوتاني يطيح لنا اللايف اصاحبي نورمال طلعوا هبت عادي واش المورو الدراري ولا المورو لا ماشي مورو مهدي مهدي قالت لك المهدي كيف بقيتي ليلى قالت لك اه المورو مريم طلعوا الله صح سيرينا اختي انا بعيده على المشاكل انا قلت لكم ولا ما نسب انا واش نسب صافي كنا مادي شوف مادي بينو مادي مورو واش ابرو صافا ولا بدي اه هو المور طيراتني عاوتاني الشركه كوم مشى ويلي شحال من كونت عندك طلعت ديوتي طلعت
لا عملت لك اخر مشى عملت لك ابوني لا عندي لك ابوني دابا كنت نخدم واحد دي واحد كنت نخدم واحد تخافوش عندك كتاب ديال الكونطا جميع ديوتي خاص ها مسكينه وحده هذا اكبر ديوتي اخي مورو كنتي كتقولها ليا دابا عاد عرفتو ديوتي ترى زعما داك الكبت القحبه مور قد صرفق فيه هذيك القهدو اللي حنا طلع ديوتي طلع تمك علاش ما تطلع طيحتي الدل على الرجال طيحتي الدل على ولاد اكادير ولا طيح الدل على الكوكتوت اكاديكو قال لك واحد وراه كيمشي غير بالسبان والله ما كذبش كيمشي غير بالسبان والزرواطه غاتبدا تشد موت عفط لي على راسو الشماته راجع للحسيه الكلب تخلي قال لك سيرينا سيرينا قال لي واحد سيرينا طاحت من عيني سيرينا ما سبت سيرينا ما عملت انا ما عنديش علاقه بين المادي ونزار المادي واعد روحو يدافع عليا هكا هاو اذا قال كلمه الحق طلع ما مزيانش واذا انا بلشت نسب طلعت ما مزيانش خوش كلش كلش تكتب طلع بيوتي قلت كل شيء كل يطلع ولد حريودة سخطت عليه أمه شدك الأوديو اللي سخطت عليه أمه سخطت عليه وسخطت عليه أمه سخط عليه خو سخط عليه أنا سخط عليه كل شيء إيش قالت لي يا صاحبي قالت لي شوف قالت لي أنا سخط عليك وعطب حياتك كله بحال ما ناري ناري تقول لي الوالدة خال مادي بحال ما كان الله تلخش شيء موس في راسي لا البيوت هي الكلب يا المسخط لا وبا هو قال لي قبل ما عمرك جا عندي طلع زاكي قلت طلع زاكي ما عنديش ما كيبانش لي انا في اللايف قلت لك المادي مول 10 كروز هنا فكونتيري هذا ديالو كيفاش شكون هذا ها واحد دير نزار سبيتي ويت لا ما كاينش طقيو لي الديوتي تاكي خاف منك والله مونا نسيت الحجرة بلاش لا بعد عاوتاني هو اللي كيشوفني كيهرب من اللايف حمار قلت حمار يبقى حمار حياته كاملة غيموت حمار وغيعيش حمار وغيموت وغادي غيتدفن حمار كتبان طايف مع خوتو على قبلو اصاحبي واش مريضة كتبان طايف مع